شوبينج صار أهياً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحيالة محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. كثافة الشعر مشكلة، أوقات بيكون في كتير شعر على منطقة الشفاف، على الصدر، على الظهر، على الإيدين أو حتى تحت البوط، كله له حل. هالمكنة هوم لايت ليزر يلي فينا نستعملها على كل هالمناطق ليصير عنا جلد ناعم وخالية من الوبر والشعر. هو مبدأ IPL Intense Pulse Light يلي بفوت على مسام وبيقتل عمق الشعرة من جذورها وما بيعود خليها تطلع. كتير سهلة الاستعمال ونتيجتها مضمونة وعلى المدى الطويل وكتير مرضية. فيكن تحصلوا عليها ب $160 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. إذا في كتير شوب أسرع وأهين طريقة لتبريد، حيلا غرفة إنستافريش من أحدث تكنولوجيا لترتيب وتبريد الجو. هي عبارة عن هالمكنة يلي ما قلنا إلا نعبيها مي بس ونوصلها بالكهرباء وندورها ونتركها تشتغل، وهي كفيلة بتبريد الغرفة يلي نحن قاعدين فيها. إنستافريش مش بس بتبرد الجو، بتنقل الهواء الملوث كمان، وأهم شيء إنه فينا ننقلها من غرفة لغرفة وبتمشي على 3 سرعات. إنستافريش ما بتأذي البيئة، فيكن تحصلوا عليها ب $80 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. ما لكم لا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربيلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربيلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إيربيلو فيكن تحصلوا عليها ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. شو أورجانايزر هالشبه الخزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانايزر مصنوعه من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها ثقيله بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكازيات مرتبه، وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا.
قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاع 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورغانيزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا عليها والعرض هلأ، لما تشتروا 2 شو أورغانيزر بتحصلوا على ثالثة مجانا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. إجمالاً مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارتور رح يزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنه تزيد لكم طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارتور ما بتسبب وجع، ما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الرابر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا برياحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارتور صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية يلي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيلا شوز مريح وتحصلوا على طول يلي بدكن من سنتيمتر لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارتور جوات الشوز، وهي كفيلة بأنه تزيدلكن طولكن وما تسببلكن انزعاج. سمارتور مصنوع من مواد مريحة مثل ما قلتلكن، ما بتعرق الإجر، يعني ما بتسبب انزعاج، وجع أو حساسية، وبتضاين لفترة طويلة. بس ب20 دولار فيكن تحصلوا على سمارتور، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدمنا تلهم، بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان. بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه. بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب 24 دولار بس. تصلوا ببستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على ام تي في.